السلام عليكم، مرحبا بكم. اسمي ياسين، تحياتي لجميع الشباب الذين دخلوا 18 لاعب. اسم هذا التحدي 3600 ال اكس باركور. هذا التحدي خطير جدا لانه خاص بسيارات التدخل السريع رباعي الدفع. تحدي خطير جدا، ممتع ورائع، وهي اللي كاينين كيفاش نستطيع الفوز به ام لا. اخر تحدي لعبته هو التحدي الخاص بالطيران الى اخره، لم استطع الفوز صراحه. من سنختار اللون الاسود؟ اللون الاسود يا رفاق. لماذا؟ لان سيارات التدخل السريع في اغلب الاحيان اللون الذي يكون فيها هو اللون الاسود. اريد صراحه المات بلاك، يعني يكون بلاك كلاش، كذلك هذا مميز بلاك كلاش دوجي سترينك. لست متأكد لأني من زمان لم أفوز، نسيت صراحة. كراي بيبي حسنا سنبكي كالطفل. سيارة تدخل سريع يا صديقي كراي بيبي، أنا مستعد. تحياتي جميع الشباب الذين دخلوا، كثير من الأشخاص صراحة لقد دخلوا 18 لاعب. هيا لكي نكشف ميد جيمر غير موجود مع الأسف. اليوم بالضبط عندما دخلت فإن ميد جيمر غير موجود، غير متصل. المهم سيارات الجرانجر راقبوا كيفيه. رأيت سيارة تدخل سريع يا حبيبي، والصوات إذا جاءت هاتي أمام من منزلكم فإن الرعب سيحل يا رفاق. المهم أيا لكي نذهب ولكي نسرع. أيوب كذلك. أوه سندخل لمنزل مدرازو. هذا الباركور في منزل مدرازو أم ماذا؟ واو يجب المرور من هنا. نامور أحمد حسني جاي كذلك. تحياتي لك يا صديق أحمد حسني. أحمد حسني هو الذي أنقذني في التحدي السابق وأظهر لي الاستراتيجية لكي أستطيع إنهاء، لأن كنت أفعل استراتيجية أخرى مختلفة تماما، وهو أظهر لي استراتيجية بسهولة مباشرة بعدما طبقت الشرح الذي قاله لي. فعلتها من الضربة الأولى. واو شيء شيء شيء. سنصعدون حسنا جميل. ليتس جو شاهدوا الباركور. واو 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 ما هذا؟ مشكل فقدت السيطرة. يجب الوقوف هناك. أحمد حسني لم يفعل. الجميع سيفقدون السيطرة في تلك الأثناء. سنفعل اللاين أب. اكتشفت بأن المنطقة التي سنقف فيها، رأيتم كيف هي؟ ممتاز. أميرا تور فعلها. أميرا تور علي الدوران شيئا مع اليمين. سيارة خطير، هناك شخص لديه سيارة معدلة اشترى. أحسنت يا رفيق، أنا لم أقم بشراء بعدها السيارة. وها ديستروير داب. رويال دابا يا صيحة. سيارة قوية كبيرة، شاتموها كبيرة هذه السيارة. هنا هنا يجب العودة للخلف والقفز. هنا من الضروري أخذ كل الوقت صراحة لكي نحصل على السرعة. عدا هذا الأمر سهل. من الضروري أخذ كل وقتكم لكي تحصل على السرعة، أو ستقومون بتضييع الوقت فقط. التحدي ليس صعب كثير، هذه السيارة رباعية الدفع قوية، يمكنها الوقوف في تلك الرمكة. التميت ياسين موجود. واو 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 التميت ياسين صراحة فإنه يطير مع الطيور في أحد تلك المراحل. أو أحمد حسني ليتس جو صديقي أحمد حسني. أنا وأنت سنت يا رفيقي أحمد حسني. ليتس جو، ها نحن دا صنع ياتي المرحلة الآن. ياتي الأثناء سنتحرك ببطء. نيامر بلاك جيد. نحتاج للسرعة هناك. توقعت بأني لازلت ألعب تحدي الخاص بالسيارة الحمراء، فقمت بالتحرك ببطء، لكن الآن سنحتاج للسرعة. هنا فهمت. يمكن المرور عادي جدا هنا، مخفضات السرعة لن تؤثر. يمكنك المرور عادي جدا يا رفيقي، فقط مر عادي جدا، لا تهتم لمخفضات السرعة. هناك العادة سنحتاج لمزيد من السرعة. لا مع الأسف مشكل. كان علي العودة جيدة للوراء في تلك الأثناء كان أحصل على السرعة. الشباب بدأوا يأتون. تحياتي لكم يا أصدقاء. مهدي العالمي كذلك. Let's go مهدي العالمي. Let's go. أحسنت يا رفيقي، أنا وأنت يا صديقي مهدي العالمي. هنا السرعة يا صديقي مهدي العالمي. جميل. واو أسرعت كثيرا. لقد طيرت. سيارتك خطيرة يا صديقي مهدي. دي اس جي ديزاين رائع فيها. لا يجب الإسراع كثيرا، نحتاج للإسراع قليلا فقط. أوكي ممتاز. ليتس جو. تحكمنا شيء خطير. هي. نقف لا مشكل. ليتس جو يا صديقي ليتس جو. هنا الأمر سهل ليس صعب. راقب هذه القفزة. هنا من الضروري الإسراع والتحكم بهذه الطريقة. وما دي اس جي طار. اوه شيد. رأيتم ما رأيت يا صقاء. هنا من الضروري المرور هكذا. سيقول لقد ضرب طار المسكين. احمد حسني
هل من ضروري العودة بالخلف أم ماذا؟ اكتشفت الاستراتيجية، اكتشفت الاستراتيجية هنا. هناك يجب القفز بالخلف، جيب القفز بالخلف يا أصدقاء. لماذا؟ لأن لدينا مخفضات السرعة هناك، رأيتم؟ جيب القفز بالخلف هنا يا رفاق. أوكي جميل 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 جميل. الفوق هو التحت. أوكي أوكي أوكي، الأكسيريشن هي المكابح. أوكي ليتس جو. أحمد حسني خطير، هو دايب دايب. أنت يا صديقي أحمد حسني، قليل من الأكسيريشن، يعني قف في الوسط، قليل من الأكسيريشن. مشكل مشكل، جيب علي التفحيط. جميل جميل جميل. الآن سأصعد قليلا وسأعود للخلف لأنني سأحتاج للسبيد كي نقوم بفعل القفزة. ليتس جو ليتس جو ليتس جو. جميل جميل، الحمد لله فعلنا. مركز الخامس كان مركزي هو الثامن. رادان هرب، ديستروير كذلك، ذهب اصلا ديستروير. نفس الشيء هنا كذلك، القفزة بالخلف شيء جميل. بعد ما اكتشفنا الاستراتيجية يمكن فعلها صراحة. ها هو التيميت ياسين موجود. عدت للمركز الثامن مرة اخرى. الان نقفز كالعادة. جيد 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 جيد. اكسيريشن، نقفز كالعادة. واو 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 واو. هي هي اكسيريشن اكسيريشن اكسيريشن. ليتس جو. هي انزلي، ممتاز، فعلتها. المركز الرابع. هناك لدينا مرحلتان هناك، من الضروري تحكم السياق جيدا بالخلف لكي تمر من المرحلتان. واو رأيتم رأيتم ما رأيت. هنا الأمر السهل، هنا هنا الأمر السهل، من الضروري الضغط على المكابح لأن يعني السيارة ثابتة، سيارة رباعية الدفع خطيرة هذه. لا مشكلة فيها، لا مشكلة فيها، قلت لا مشكلة فيها. لا فيها مشكلة، فيها مشكلة، لا مشكلة فيها. هي هي تفحيط. هي هي. واو توقعت بأن لدي عجلات قوية لكن لا. إذا انزلقتم فشلتم فالله يرحمكم، الله يعينكم يا أصدقاء. هنا المكابح المكابح المكابح. والآن تكبير الدورة بهذه الطريقة والدهب. السياق هكذا والدهب. دوران، عدم الضرب بطبيعة الحال رغم أنني ضربت. لا مشكل لا مشكل. واو واو واو، إذا ضربتهم هو ليتس جو ليتس جو. فعلنا فعلنا بطريقة أو بأخرى فعلنا. جميل جميل جميل. المرحلة الأولى مرت، المرحلة الثانية الآن تشبه المرحلة الأولى تقريبا. من الضروري تكبير الدورات بهذه الطريقة يا أصدقاء، توسيع الدورات وتكبير الدورات لكي لا يحدث لكم الخلل. هذه هي الاستراتيجية، كأنكم تسوقون شاحنة وليس سيارة. اكتشفت الأمر لكن اكتشفته متأخرا شيئا ما. هنا نمر على اليمين. أنا الآن أحاول رؤية تشيك بوينت. كنا في المركز الأخير، وصلنا للمركز الثالث، شيء جميل صراحة. الشباب أصبحوا جيدين في اللعب، محترفين مثل الدسترويير رادان كذلك. ولا ننسى التيميت ياسين، تذكرت من التيميت ياسين سابقا عندما فعلنا تحدي الشاحنات. ريسكيت فور ذا بيسكيت وفاز بالفعل. انترد فيرست ليتس جو. رادان هو يتنافس على ما اعتقد مع الدسترويير. نعم الفرق بينهم ليس طويل كثيرا. وصلت للدسترويير. انت يا صديقي الدسترويير هنا، من الضروري النزول. ليتس جو. قلبتها 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 يا صديق، قلبتها. اكتشفت الاستراتيجية عليكم يا رفاق، النزول هناك والقفز والطيران. اوكي 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 اوكي، ها هي العلامة، العلامة تقول بأن من الضروري النزول من هنا. تحكم في السيارة بشكل جيد، احسننا. دسترويير سكو سكو دسترويير، انا وانت يا صديقي الدسترويير. بوم، جميل، فعلنا 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 يا صديقي الدسترويير. بقية هذه المرحلة مرة أخرى. هي هي مشكل مشكل مشكل. واو 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 واو، هناك مرحلتان يا صديقي الدسترويير، فهمتوا. تحاول تحكم فيها؟ لا لم أتحكم فيها. ميد جيمر جاء، ميد جيمر جيت متأخرة. ميد جيمر رسل رسالة. التيميت ياسين واصل، رأيتموه؟ التيميت ياسين يا أصدقاء كأنه يحصل على طاقة عندما يراني بأنني تقدمت عليه. يحصل على طاقة عجيبة جدا فيصل لي بسرعة البرق. ذلك هو التيميت ياسين. اسمه يشبه اسمي ويستمد الطاقة مني. مشكل 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 مرة أخرى. لهذا السبب فشل صديقنا مرارا وتكرارا في هذه المنطقة. الآن عرفت لماذا فشل. رادان هارب، هارب رادان عليها لقد مر مرة من هذه المنطقة. هنا فقط يجب النزول. مشكل مشكل مشكل، هنا فقط يجب النزول بهذه الطريقة. الأمر سهل لكن في المرحلة الثانية الأمر صعب. لا أعرف لماذا في المرحلة الثانية الأمر صعب. هي هي هي. واو وصلنا وصلنا وصلنا. مشكل مشكل مشكل. لم احصل على ضغطت على اف. واو كان في امكاني العودة للرامب. لا راقب راقب صديقنا كذلك هناك. فعلها فعلها. اوكي الشيء الذي سافعله هو انني سانزل ببطء يا اصدقاء لكي استطيع فعلها انا كذلك. ان الشباب لقد هربوا علي. مرحلة سهلة سهلة ليست صعبة كثيرا.
انا حمد حصلنا على السبيد المرحله الاولى الحمد لله لقد مرت بنجاح. الان فقط قليل من التركيز، سانزل ببطء في هذه الاثناء. جيد، هيا ممتاز ممتاز، فعلنا طريقه النزول وطريقه الصعود بينت لي واظهرت لي بانني فعلتها، شيء رائع ممتاز. وانا حمد ضربنا اخيرا في تشيك بوينت. واو شيء شيء قفزات العالميه هنا يا رفاق، هي بسرعه شيء واو 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 واو. لكن الامر سهل، الامر سهل، قفز لي صعبه كثيرا. اين فقط تحكم بشكل جيد في هذه الطريقه، ومن الضروري الحصول على السبيد، من الضروري الحصول على السبيد في المرحله الثانيه لكي نستطيع المرور للمرحله الاولى. شادو الدستروير سيفعلها، ممكن ان سيفعلها ام لا لا اعرف، لكن من الضروري الحصول على السبيد هنا. هي مع الاسف مع الاسف مع الاسف لن افعلها لن افعلها. هناك يجب التحكم جيدا يا صقاء، يجب فقط المرور بهذه الطريقة. بوم بوم بوم، مرة أخرى الإسراع بهذه الطريقة. بوم بوم بوم، مرة أخرى الإسراع هكذا. بوم، ها رأيتم المشكلة الذي فعلته هو أنني خفت، والخوف صراحة هو الذي جعلني أفشل في تلك الأثناء. ماب خطيرة هذه، طويلة ليست بالقصيرة. دستروير لقد ذهب مر، نحن كذلك سنمر يا أصدقاء. فينيشت فيرست بليس، ليتس جو، أخيرا راد نقم بنا التحدي. سنتهي رفيقي راني، يعني بقيت لنا تقريبا دقيقتان، اذا لم نفشل سننهي التحدي، لان الفرق بينه وبين رادان ليس طويل كثير. 5 اشخاص، نبيل كذلك تقدم، التيميت ياسين ليتس جو. انا لحظة التقدم انا كذلك يا رفاق، انا ذا جاي جاي. تفحيط يا حبيبي تفحيط، ليتس جو ماي فريند الدستروير مي اند يو. واو هي هي تو السيارة، هي تو، لا هي تو السيارة المغفلة، لا السيارة كان لدينا سبيد جيد يا ايتها السيارة، هي ايتها السيارة، هي 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 جيد. الان فعلتها السيارة، احسنت احسنت، سبيد سبيد يا ايتها السيارة، سبيد ليتس جو، احسنت يا ايتها السيارة. هاي اوه فهمت 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 يا اصدقائي، فهمتها. تلك الاسهم تدل على انه يجب علينا المرور بالخلف. مباشرة بعد ما رأيت الاسهم فهمت الامر، ان في المرحلة الأولى لا توجد الأسهم ولا هم يحزنون، لكن مباشرة بعد ما رأيت الأسهم فهمت بأن من الضروري المرور بهذه الطريقة بالخلف. وضعت تلك المسرعات، يا للروعة، رأيتم كيف مررت باحترافية هنا، درت بطريقة احترافية. واو وصلنا للنهاية، وصلنا للنهاية، تدخل في المركز الخامس على ما أعتقد. بسرعة بسرعة بسرعة، سنتي ايش والسيارة. واو إذا هناك مرحلة خطيرة هنا، نبيل، وو نبيل إيد، نبيل العيد، نبيل العيد، ليتس جو، يوم العيد عندك يا صديقي نبيل، المركز الثاني، كنت ستكمل العيد لو دخلت في المركز الأول يا صديقي نبيل. يا يا أول مرة نبيل سيلعب معنا على ما أعتقد، ممكن أنه لعب معنا سابقا إذا لا زلت أتذكر، وها هو حصل على العيد بطبيعة الحال. أحسنت يا صديقي نبيل. Let's go, let's go, let's go, let's go. Wow. Ooh, فهمت فهمت. الشيء الذي يجي فعله هو الحصول على السرعة، وهنا الضغط على المكابح. يا سلام، تسجلنا يا حبيبي، تسجلنا في المرمى. تلك هي الاستراتيجية، من ضروري الضغط على المكابح هناك. والآن سنحاول يا رفاق فعلها. بام بام ليتس جو. اوه يجب الوقوف هناك، سنقف سنقف، ايزي بيزي ايزي بيزي ليمن سكويزي يا حبيبي. وانا عند انا يتعدي المركز الرابع لا باس به، كنت في المركز الاخير اصلا في مرحله من المراحل. ليتس جو، تحياتي للجميع، تحدي خطير جدا، اذا لم تركز ولو لوهله بسيطه الشيء الذي سيحدث هو انك ستفشل ويجب عليك الاعاده مره اخرى وستضيع الوقت. صديقي هذا لازال يعاني في المرحله الاولى، محمد تشاملا، هذا باشي كواز لا اول مره سيلعب معي، تظن انك شايف. اوه وصل لي هذه المرحله، جاي المرحله الخاصه بالخالف، جميل. الكثير من الشباب، احمد حسني، أميراتو كذلك، آدم، تحياتي للجميع، فيغو فيغا لعب معنا التحدي السابق، أميراتو كذلك تحياتي للجميع. الدسترويل لقد اقترب من أن يقوم بإنهاء التحدي يا رفاق الأوفياء. جي جي بويز، بالنسبة لي أنا سأكتشف فقط بهذا في هذا المقطع، أتمنى أن أعجبكم. كذلك الحين أنا معكم ياسين، سبحانكم الله ولدي لا تعطي وداء، ولا تنسوا كان السلامة وخير ختامة.